تلعب معهم. شوف طلع على هذا. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي. طبعا هذا رحالة كويتي نشر من فترة أنه هذول الناس أصلهم صومالي. طبعا هو راح على تنزانيا وصوله لتنزانيا وهو قال أنه هي اسمها قبيلة توتورو بس هو كاتب تا تورو. هي قبيلة فعلا تعيش بشرق أفريقيا في تنزانيا. تحية لأخواننا من تنزانيا اللي يشوفونا هون. وهذه القبيلة وهي أصلا مش قبيلة صومالية. الصوماليين معروف قبائلهم يعني وأساميهم وإحنا بنعرف ناسنا وعالمنا. والصومال هاي القبيلة ليست مسلمة. الصوماليين مسلمين 100% وسنة. ووصل الإسلام إلى الصومال في الهجرة الثانية للصحابة بغاية عثمان بن عفان لما وصلوا إلى ميناء زيلع. وقبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان أردي كل الصوماليين في شبه الجزيرة الصومالية كانوا كلهم مسلمين حتى قبل أن ينتشر الإسلام إلى أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية. يعني حرفيا أنا جدي أسلم قبل جدك. بالنسبة لموضوع كاتب تعليق كمان مع الفيديو أنه هو أنه كتب أنا أول عربي يصل إليهم أو إلى هالأراضي منذ 200 سنة. أول شيء هي المعلومة مش صحيحة. وأول عربي وصل إلى أراضي تنزانيا وكينيا وهي المطارح البعيدة كانوا العمانيين. وكان هذا الكلام من زمان. كون العمانيين كانوا أصحاب بحر وكانوا بيفهموا بالرياح ويقيسوا سرعتها وفي كمان عندهم قوارب ممتازة وسكنوا هاي المناطق وحكموها لمئات السنين إلين ما إجوا البرتغاليين وهم طبعا بعدين صارت في مشاكل. وهي طبعا معروفة في عائلات كثيرة عمانية هي حكمت كينيا وتنزانيا. عندك عائلات النبهاني، آل سعيد، اليعاربة، البوسعيدي، هذول كلهم معروفين يعني ومن زمان موجودين. العمانيين التجار العمانيين هم من ابتكروا اللغة السواحلية الموجودة اليوم وهي مزيج بين عربي وفارسي وبانتيو اللي هي لغة سكان تنزانيا وكينيا. ابتكروا هاي اللغة واستحدثوها. هاي اللغة تقريبا عمرها 200 سنة تقريبا. العمانيين وصلوا إلى كونغو لجوا القارة يعني. يعني قصة سكان شرق أفريقيا تنزانيا وكينيا وغيرها بيعرفوا العرب من زمان من زمان يعني أكثر من 600 سنة. وإلى الآن في العمانيين مو كلهم رجعوا. في عمانيين موجودين إلى الآن في تنزانيا وكينيا وزنجبار وهي المطارح كلها. فقصة أنك أنت أول عربي ومتفاجئين فيك هذه مش صحيحة. وإذا حابب تعرف أكثر عن الصومال حياك في قناتي على اليوتيوب.